فإن الناس يتفاوتون في أفهامهم وفي عقولهم وفيما عندهم من التحصيل، فهو يعرف نفسه ويعرف ما يحتاج إليه من العلم ويعرف أين يجد هذا العلم. عامة الناس إلا من رحم الله مقلدة، إذا رأوا الناس توافدوا على شيخ جلسوا إليه، وقد يكون هذا العالم جليل له مكانة وقدر في العلم لكنه لا يصلح لهذا التلميذ، إما لأن أسلوبه لا يناسبه وإما لأنه قد يسلك طريقة لا ينتفع بها كثيرا. ولهذا كان أحد السلف في عصور مضت كان يجلس إلى أحد العلماء والناس يجلسون إلى غيره، فسئل عن هذا قال إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. وهذا من الفقه بالنفس، وأن يعرف طالب العلم إذا جلس في مجلس مدى نفعه، وأن يكون متجردا لا يكون مقلدا، يعرف ما الذي استفاد من ذلك المجلس وما الذي تحقق له من العلم. والذي لا يميز بين العلماء وبين طرائقهم وبين أساليبهم ويعرف أيضا هو نفسه فإن هذا نقص في الحكمة. سبقا ذكرت أن الحكمة مبناها على أصلين عظيمين، وهو التمييز والتنزيل، أن يميز بين الأشياء وأن ينزل الأحكام على منازلها، وهذا أمر مهم جدا، أن يفرق بين العلماء فيما يحسنون ويضبطون وما هو دون ذلك ما يتكلمون فيه، وأن يفرق بين طرائقهم وأساليبهم وما الذي يصلح له وما لا يصلح له، وهذا أمر مهم.